السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة اتعلم دوت نت. معاكم يوسف أحمد ودرس جديد من دروس الربح من الإنترنت والربح من مواقع الخدمات المصغرة فايفر وخمسات بدون أي مجهود وبدون أي خبرة في أي مجال. احنا النهاردة معانا 4 استراتيجيات للربح من مواقع الخدمات المصغرة. الشرح بتاع النهاردة موجه للمبتدئين وازاي هنساعدهم في انهم يربحوا اكتر من $15 يوميا. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو ده وكمان مشاركة عشان الكل يستفيد، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وكمان فعل زر الجرس علشان توصلك اهم فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة. تابع الفيديو ده لاخر ثانية علشان تعرف ازاي هتربح اكتر من $15 من مواقع الخدمات المصغرة بدون اي خبرة بس بعد الانترو. ورجعنا لكم من تاني و4 استراتيجيات لربح اكتر من $15 يوميا من مواقع الخدمات المصغرة زي فايفر وخمسات بدون خبرة وبدون مجهود. تابعوا الفيديو ده، تعالوا نروح للكمبيوتر ونشوف هنشتغل ازاي. لو رحنا ودخلنا على موقع فايفر اللي هتلاقي رابط التسجيل في موقع فايفر موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، وبتدخل على الخدمات اللي قدامك دي. كل دي خدمات مقدمة من ناس شغالين على فايفر وبيبيعوا الخدمات دي. لو بحثنا مثلا عن خدمة اللوجو ديزاين او تصميم لوجو احترافي لقناتك لموقعك اي ان كان استخدامك ايه، فلاحظوا معايا هنا تفاوت الارقام والاسعار اللي بيطلبها كل واحد مقابل تقديم خدمة اللوجو بتاعك. زي مثلا هنا عندنا خدمة تقديم اللوجو، هنا ده بيقدمها ب$40 والخدمة دي تم بيعها 10 مرات، وهنا برضو $40 وتم بيعها 356 مرة. هنا برضو في خدمة ب$30، لو نزلنا تحت شوية هتلاقي نفس الخدمة مقدمة ب$55 ونفس الخدمة مقدمة بمبلغ $195. لاحظ التفاوت بين أسعار الخدمات المقدمة ديت بالرغم ان الخدمة واحدة، وهنا برضو $250، يعني خدمة اللوجو واحدة. كل ده بيقدموا خدمات تصميم لوجو احترافي، وتتراوح سعر الخدمات هنا او تقديم الخدمة هنا من $5 لحد مبلغ زي ما انتوا شايفين هنا $2000. كل دي أسعار تقديم خدمة اللوجو بس. احنا نستغل الفكرة دي ونستغل تفاوت الاسعار اللي موجودة في موقع فايفر هنا، ودي هتكون اول استراتيجية معانا النهاردة، ان انت هتقدم خدمة على موقع فايفر ولما حد يطلبها منك هتروح تطلبها من اي حد من اللي بيقدم الخدمات ديت بسعر قليل، وليكن ناخد مثلا اللي هو بيقدمها بسعر $25، وتقوم انت بالحصول على مبلغ وليكن $50 او $40 مقابل تقديم الخدمة بتاعتك للعميل اللي طلب الخدمة ديت منك. يبقى انت صافي ربحك كده من غير ما تعمل اي حاجة من $10 ل$25 بدون اي مجهود. كل اللي انت عملته انت صممت خدمة وقدمت خدمة على فايفر، ولما حد طلبها منك انت هتشتريها من اي حد بيقدم خدمة اللوجو ديت بسعر قليل. طيب حتى يسألني ويقول لي طيب ايه اللي يخلي ناس يشتروا منك، ممكن يلاقوا سعر ارخص منك او كده ويشتروا. هقول لك الدليل واضح قدامك او الرد واضح قدامك. هنا لو رحت على اللي بيقدم خدمة بمثلا $195 هنا بتباع اكتر من 1000 مرة، ولو رحنا برضو اللي مقدم $25 هنا برضو الخدمة مباعة اكتر من 1000 مرة. يعني الخدمات بتتباع وتتشرى، وتأكد ان العملاء اللي بيشتروا الخدمات دي مش هيقعدوا يدوروا ده اقل وده اعلى، لا العملاء كسولين جدا كسالة جدا، يعني مش هيقعدوا يدوروا السعر ده عالي السعر ده واطي، لا انت زي ما انت شايف كل الاسعار متاحة وكل الخدمات برضو مباعة زي ما انت شايف كل الخدمات مباعة قدامك. وزي ما قلنا هي دي الاستراتيجية الاولى اللي هنستخدمها في الربح من فايفر. طيب انت لو مش عايز تاخد الخدمات من ناس موجودة على موقع فايفر، يبقى عندنا الاستراتيجية التانية وهي استخدام موقع Upwork اللي قدامك ده.
كل اللي انت بتعمله ان انت بتسجل على موقع اب وورك اللي قدامنا ده، والتسجيل سهل جدا بالبريد الالكتروني واسم وتفعيل عن طريق البريد الالكتروني مش اكتر، وتدخل على الموقع. زي ما انت شايف هنا، انا لو بحثت عن خدمة اللوجو ديزاين هتلاقي هنا قدامك كل دول ناس بتقدم تصميمات للوجو بسعر مثلا من 5 دولار 8 دولار زي ما انت شايف، 3 دولار 9 دولار 5 دولار، كل دول ناس بيقدموا خدمات تصميم اللوجوهات بسعر اقل من 5 دولار. فانت ممكن تطلب الخدمة من الناس دي بقيمة 5 دولار 10 دولار 15 دولار ايا كان، وتحط فيها ارباحك 15 دولار 20 دولار، وتروح ترفع الخدمة بتاعتك على موقع فايفر، ومجرد طلبها تروح تشتريها من الناس دي كده بدون اي مجهود. برضو انت ربحت تقريبا من 15 ل 25 دولار بدون خبرة بدون اي شيء في او مهارة في تصميم اللوجوهات. خد الفكرة بقى اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي وطبقها على الموقع ده في اي خدمة انت عايزها. مثلا ممكن ابحث عن خدمة الرايتنج اللي هي الكتابة، زي ما انت شايف الرايتنج اند بلوجينج، وتعمل سيرش عن الخدمات دي خدمة الكتابة، وممكن هنا برضو تفلتر من حيث الأسعار والترتيب وعدد الساعات، كل ديت خيارات للفلترة لأصحاب الخدمات اللي هيقدمها لك هنا من حيث الفلوس والجدية والفاعلية والجودة، كل ده هتقدر تختاره من الأيقونة اللي قدامك دي. وزي ما قلنا دي تاني استراتيجية عشان تربح اكتر من 15 دولار 20 دولار، الرقم اللي انت عايز تحطه فوق الخدمة اللي انت هتشتريها من موقع اب وورك. تالت استراتيجية معانا النهاردة وهي استخدام موقع كونكر. موقع كونكر ده موقع شبيه بتقديم الخدمات اللي موجودة قدامك دي، او مثال للرابيد ووركرز اللي كنا قلنا عليها قبل كده. موقع كونكر ده موقع فريلانسر اللي فيه ناس واشخاص هنا بيقدموا الخدمات دي بمبلغ زهيد جدا ورخيص جدا مقابل الخدمة اللي بيقدموها هنا. برضو مجرد التسجيل بالبريد الالكتروني، والتسجيل سهل جدا، بتدخل هنا تبحث مثلا عن اللوجو ديزاين وتلاقي هنا الخدمات مقدمة بداية من 20 دولار 5 دولار 10 دولار، كل دي اسعار خدمات تقديم لوجو احترافي بقيمة قليلة جدا وقليلة جدا بمقارنة بموقع فايفر اللي بيقدم نفس الخدمة 55 دولار 50 دولار 80 دولار زي ما انت شايف. فانت هنا بتقدم برضو الخدمة على فايفر، ولما حد يطلبها منك بتروح على موقع كونكر وتقوم بطلبها، ويبقى كده انت ربحت صافي المبلغ اللي فوق اللي انت بتدفعه للي بينفذ لك الخدمة على موقع كونكر. تالت استراتيجية معانا وهي استخدام الموقع التالت اللي معانا النهاردة وهو onlinejobs.ph. الموقع ده بيتيح ليك استئجار ناس معينة شغالين على الموقع ده بمبالغ زاهدة، ممكن يشتغلوا لك بالساعة بالساعتين 6 ساعات او طول اليوم او طول الشهر بمبلغ زهيد جدا. يعني ممكن تشغله عندك ان هو يصمم لك لوجوهات في الشهر مثلا ب 50 دولار. تخيل ان هو لو مثلا صمم لك 10 لوجوهات 15 لوجو الكلام ده كله، تخيل المبلغ اللي انت هتربح منه مقارنة بالمبلغ اللي انت دفعته للناس دي. كل اللي انت بتعمله برضو بتبحث عن الخدمة اللي انت عايز تقدمها او اللي انت عايز تاخدها منهم، وتعمل سيرش هنا ويجيب لك الناس اللي بيقدموا الخدمات دي. زي ما انت شايف هنا بيشتغلوا بالساعة، يعني الحساب اجمالا كده بالساعة، هنا ممكن يشتغل لك الساعة ب 4 دولار، وهنا ممكن حد يشتغل لك زي ما انت شايف الساعة هنا ب 4 دولار برضو، وهنا ب 2 دولار او ب 1 دولار، يعني اليوم ممكن يشتغله لك ب 20 دولار 25 دولار في اليوم، ويعمل لك اكتر من 5 لوجو او 10 لوجو، وتقدر تبيعهم على موقع فايفر زي ما قلنا، وطبعا صافي الربح هيبقى مهول جدا لو الخدمات دي انت نفذتها. كل اللي انت بتعمله ان انت بتقدم الخدمة بتاعتك على فايفر هنا، وبتنتظر الاوردرات اللي هتجيلك وتقوم بتقديمها عن طريق الاربع استراتيجيات او الاربع طرق اللي احنا قلناهم، ان انت تشتري الخدمة من موقع فايفر نفسه، او تاخد الخدمة من موقع اب وورك او كونكر، او الموقع الثالث اللي معانا موقع اونلاين جوبز اللي شايفينه ده.
في ملحوظة لازم تاخد بالك منها، ان انت ممكن تزود معدل ارباحك، ان انت مثلا لو اشتريت الخدمة من الثلاث مواقع دول بقيمة $10 ممكن تحط $5 $10 $15 زي ما قلنا، او ممكن ترفع اكتر من $15 على الخدمة بس لما معدل التقييم بتاعك على موقع فايفر يزيد. يعني الخدمة لو اشترت مثلا 5-6 مرات تقدر ترفع السعر براحتك زي ما انت عايز. طيب انت عايز تنشط حركة المبيعات ديت او الطلبات الاوردرات الخاصه بالخدمه اللي انت بتقدمها على فايفر، الطريقه سهله وبسيطه جدا، ان انت ممكن تعمل موضوع في مدونه بتاعتك او الموقع بتاعك او حتى قناتك على اليوتيوب وتعمل اعلان على الخدمه دي، وبالتالي هتزيد عدد الاوردرات اللي هتنطلب منك على موقع فايفر او موقع خمسات، وتبدا تنفذ اللوجو او تصميم اللوجوهات ديت بالاربع استراتيجيات اللي احنا قلناهم دلوقتي واحده واحده. خد الفكرة بقى اللي احنا اتكلمنا عليها ديت وطبقها على اي نوع من الخدمات على الثلاث مواقع دول او اي خدمة انت حبيبها ونفذها، وان شاء الله تربح مبالغ رهيبة تتعدى $200-$300 شهريا او $500، وفي ناس بتربح بالطرق ديت اكتر من $1000 شهريا. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة وعرفنا الاربع استراتيجيات اللي تساعدك في ربح اكتر من $15 من تقديم خدمة واحدة بس على فايفر او خمسات او اي موقع من مواقع الخدمات المصغرة، وكل ده بدون خبرة وبدون اي مجهود او بدون اي خبرة في اي مجال او في اي تقنية انت ممكن تقدمها. ياريت لو عجبك الفيديو تشجعنا وتعمل لايك للفيديو ده وكمان مشاركة عشان الكل يستفيد، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وكمان فعل زر الجرس عشان توصلك اهم فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة. انتظرونا في فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت، اشوفكم على خير والى اللقاء.